أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يقولون إن الله على ما يشاء قدير، ما هو مقصودهم في ذلك؟ وهل يريدون التوصل إلى شيء؟ يريدون نفي عموم قدرة الله، لأنهم لا يثبتون الصفات لله، ومن ذلك القدرة، فلا يثبتون شمولها وعمومها لكل شيء، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.